تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة القليوبية لقيامهما بتصنيع مخدر الاستروكس بكميات كبيرة بقصد الترويج والإتجار، فضلا عن ضبط 150 تربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمرسى مطروح. داهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبناء على إذن النيابة العامة منزل شقيقين أكدت التحريات اتخاذهما له وكرا لإعادة وتدوير وتصنيع مخدر الاستروكس بخلط وإضافة مواد ضارة بالصحة العامة وترويجه على عملائهما، ونجحت في ضبط 14 كيلوغرام من مخدر الاستروكس ومواد وأدوات ومستلزمات تصنيعه، وكيلوغرام لمخدر الفودو، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و150 ألف جنيه. كما تمكنت الإدارة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط عاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 150 تربة لمخدر الحشيش، وذلك أثناء استقلاله سيارة نقل، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه.